انتهت أعظم رحلة إيمانية بأكف مرفوعة متوجهة إلى الله تعالى بأصدق الدعوات، تضرعا وخشوعا وتذللا ورغبة ورهبة. شرع جموع الحجاج في توديع أطهر البقاع متوجهين إلى ديارهم بعد رحلة خالصة مخلصة لوجه الله تعالى ولسبيله، تتوافر فيها رياضتا الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة. أكثر دعاء أن ربنا يرحمنا ورجعنا لهذه البلاد مرات أخرى ومرات عديدة، لأنه حقيقة الآن إحنا جامعين وهذا آخر يوم عندنا، لأنه إحنا متعجلين. يعني هذا نسأل الله أنه ما يكون آخر عهدنا في هذا المكان إن شاء الله عز وجل. كل الدعوات وكل الآثام اللي ارتكبها الإنسان في حياته هي بتنزل في هذه اللحظة. لما ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وعلى الرغم من تعدد اللغات والثقافات والألوان والأعمار، إلا أن الألسن توحدت بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، معترفة أمام ربها بذنوبها، منكسرة بين يديه، وشعور تتبعه دموع، شعور الإخلاص في القصد والإيمان، وإقبال لأداء ركن ركين تهفو القلوب إلى مكانه. انتهت رحلة الحج، ورجال المملكة ونساؤها بمختلف جهاتهم وقطاعاتهم يسطرون أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتقديم الخدمات وتسهيل المهمات لضيوف الرحمن. وفي ظرف ساعات قليلة تخلو هذه البقاع الطاهرة بعد أن كانت تضج تكبيرا وتسبيحا وتهليلا. وفي هذه الأماكن يدنو بها الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول عبادي أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم. خالد الربعي، الإخبارية، المشاعر المقدسة،